مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة، درجات حرارة حول معدلاتها، طقس صيفي اعتيادي أثناء النهار، وأيضا صيفي معتدل ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء معتدلة، درجات الحرارة حول معدلاتها، الصغرى المتوقعة بحدود 21 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، استمرار الأجواء الصيفية العادية، استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها، والعظمى يوم الأحد 31 والصغرى 21، يوم الاثنين أيضا العظمى 31 والصغرى 22، ويوم الثلاثاء ارتفاع قليل بحدود درجة مئوية، والأجواء صيفية عادية تبقى ضمن الأجواء الصيفية العادية، وتبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، والصغرى بحدود 22 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، نبدأ في المناطق الشمالية، إربد 33-22، عجلون 31-20، جرش 34-22، المفرق 33-22 درجة مئوية. والمنطقة الوسطى، البلقاء 31-22، مأدبة 31-21، عمان 21، والزرقاء 35-23، والأغوار البحر الميت أجواء حارة، والعظمى 39 والصغرى 30 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية من المملكة، الكرك 31-21، الطفيلة 31-20، الشراح 29-19، إمعان 32-21، والعقبي أجواء حارة 41 العظمى المتوقعة، والصغرى 29 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية والبادية الشرقية، أجواء حارة، والأزرق 39 العظمى والصغرى 22، الصفاوي 39-22، والرويشد 38-24 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع